مستمرين معاك يا كابتن اسامه وتغطيتنا لمباراه قمه بطوله الجمهوريه للشباب وفوز الاهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من اللاعبين المهمين في فريق الشباب في النادي الاهلي، ايضا يعني جلال احمد لاعب صغير السن بالمناسبه 2002. جلال خلينا نرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وتحياتي الكابتن اسامه حسني، الكابتن محمد حشيش طبعا والدكتور احمد ثابت. وفوز غالي النهارده، مباراه بتبقى صعبه امام الزمالك، وجود مستر مارسيل كولر، الجميع النهارده بيتابع هذه المباراه، لكن انتوا دايما برجاله ورهاننا بيبقى على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. والله الحمد لله النهارده اللعيبه كلها رجاله، ما حدش بخل بمجهود خالص، الحمد لله لعبنا حد اخر ثانيه. لعيبه رجاله الحمد لله، طبعا فريق الزمالك فريق محترم والحمد لله لعبنا لحد اخر ثانيه، والحمد لله اول شوط طلع 0-0 بس الحمد لله اتكلمنا مع بعض ان احنا لازم نكسب وهنجيب الثاني الحمد لله، والحمد لله كلها اللعيبه كلها رجاله الحمد لله. جلال احمد واحد من اللعيبه اللي بنقول عليه جوكر في النادي الاهلي في اي مكان موجود، بدات الموسم بتلعب بقلب دفاع بجانب حمدي ياسر، النهارده عبد الرحمن رشدان بينزل يلعب مساك، انت بتلعب كباك يمين مع حمدي ياسر ورشدان، وايضا وجود حسام ياسين، اعتقد الحريه اللي بيديها جلال للمدرب ان انا اقدر العب في اكتر من مركز دي نقطه مهمه جدا. والله الحمد لله طبعا دي حاجه عند ربنا الحمد لله، ثم كل مدرب الحمد لله كان بيمسك فريق 2001 بيمسك فريق 2002 يلعبني هنا يلعبني هنا يلعبني هنا، وانا كنتش بعترض دايما، كنت دايما بقول لا انا هلعب هنا عشان استفاد، والحمد لله العب باك رايت، هلعب سيرد باك، هلعب ديفندر، هلعب الحمد لله دايما الحمد لله اول حاجه بفكر فيها ان انا العب بقلب العب روح، وده اللي انا متعود عليه من النادي الاهلي طبعا. كابتن حشيش عارف طبعا امكانيات جلال وبيتكلم على جلال، هو كان دايما بيتابع مباريات 2002 بحكم تواجد طبعا يوسف لاعب ابن الكابتن حشيش كان موجود في فريق 2002. طبعا يوسف ده اخ ليا وكابتن حشيش طبعا زي بابايا، وهو دايما بيتكلم معايا والحمد لله دايما كنت بشوفه دايما يجي، وهو كان بيبقى معانا دايما بيتكلم معايا بيحفزني، وهو دايما بيبقى في ظهرنا يعني. اشكرك يا جلال وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه اللي جايه. شكرا. مستمرين معاك يا كابتن اسامه وواحد من نجوم النادي الاهلي والكابتن فريق الشباب في النادي الاهلي احمد اشرف. اشرف مبروك على الهدف، تحياتي الكابتن اسامه حسني، بحبك يا كابتن اسامه خلي بالك، والدكتور احمد ثابت اللي دايما بيران عليك، طبعا الكابتن محمد حشيش، ثلاثه بيحبوك خلي بالك يعني. بحييك النهارده على الهدف، بحييك على الاداء، وبحييكم على الفوز النهارده على خصم زي نادي الزمالك، وانت عارف دايما طبيعه مباراه الاهلي والزمالك. في البدايه طبعا احب ابعت تحياتي في النجوم الكبار في الاستوديو، كابتن اسامه حسني، كابتن محمد حشيش، دكتور احمد ثابت. والنهارده الحمد لله يعني المكسب مهم جدا، ثلاث نقط بيقربونا للهدف بتاعنا، طبعا ان احنا عايزين نحافظ على اللقب بتاعنا. مباراة صعبة جدا في الأول وفي الآخر، مباراة الأهلي والزمالك دي بتبقى بطولة خاصة لوحدها، يعني ملهاش علاقة بقى بالترتيب أنت كام أو هو كام أو النتائج، أو في الأول وفي الآخر الأهلي والزمالك ده بتبقى بطولة لوحدها، الدنيا كلها متابعاها. فالحمد لله مباراة صعبة، اللعيبة كلها كانت على قد المسؤولية النهاردة، وقدرنا يعني كنا مركزين الحمد لله من آخر دقيقة لآخر دقيقة، عارفين إحنا عايزين إيه من الماتش، والحمد لله ربنا كرمنا يعني بالثلاث نقط النهاردة. انا لو سالت احمد اشرف في فريق 2001 اقول لك اتغلبت كم مره من الزمالك، هتقول لي ولا مره، لان فريق النادي الاهلي 2001 على مدار تاريخه بيحقق الانتصار على نادي الزمالك سواء في ملعبه او في ملعب النادي الاهلي. هو غير كده احنا الحمد لله يعني من ساعه ما بطوله الجمهوريه اتعملت واحنا الحمد لله ابطال الجمهوريه، يعني طبعا مع احترامي لكل الفرق هي بتتحسب كده، يعني انت خدت لعبت كام بطوله وخدت كام بطوله، الحمد لله احنا لاعبين اربعه جمهوريه كاسبين الاربعه جمهوريه الحمد لله، وباذن الله في طريقنا وبنحاول ان احنا على قد ما نقدر البطوله الخامسه باذن الله تبقى من نصيبنا يعني. احمد اشرف موجود الفتره الاخيره مع الفريق الاول، قول لي اللي دار بينك وبين مستر مارسيل كولر، موجود النهارده بيتابع اللقاء الفتره اللي فاتت وانت موجود مع الفريق الاول. هو طبعا شرف لاي حد ان هو يتواجد مع الفريق الاول في النادي الاهلي، انا من وانا عندي 7 سنين وانا متربي في النادي الاهلي، ابن من ابناء النادي الاهلي، حلمي طبعا ان انا امثل الفريق الاول في يوم من الايام. يعني احب اشكر طبعا مستر مارسيل كولر على ان هو اداني الفرصه دي ان انا اكون متواجد، احب اشكر كابتن خالد بيبو، كابتن شريف عبد الفضيل، كابتن احمد جلال، طبعا انا مش عايز انسى اي حد، ناس كتير جدا ساعدوني ان انا اكون متواجد يعني مع الفريق الاول، وباذن الله اتمنى ان انا اقدر ان شاء الله اثبت نفسي واقدر اشارك يعني باذن الله مع الفريق الاول.
اشكرك يا اشرف، مستنيين منك كتير ان شاء الله، سواء مع الفريق الاول او في بطوله الجمهوريه مع فريق الشباب ان شاء الله، وكالعاده هتتوجوا بالبطوله. بإذن الله. مبروك لجماهير النادي الأهلي، ونعدكم بالمزيد بإذن الله. اشكرك يا اشرف. كابتن اسامه، ده كان لقائنا مع احمد اشرف صاحب الهدف الثاني وكابتن فريق شباب النادي الاهلي، ودي كانت تغطيتنا لمباراه قمه الشباب الاهلي والزمالك اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. هتستمر طبعا تغطيات ملعب الاشبال وتظهر في اكثر من مباراه. طبعا عايز اكد لك على حضور طبعا الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي النهارده، الى جانب الكابتن امير توفيق مدير لجنه التعاقدات بالنادي الاهلي، الى جانب طبعا مستر مارسيل كولر، الكابتن سعد عبد الحفيظ، وميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. الجميع النهارده كان بيتابع زي المباراه اللي بتحظى باهتمام كبير جدا. مبروك للنادي الاهلي، توفيق ان شاء الله استكمل مشواره في البطولة وتوج بالبطولة. من جديد تعود الكلمة للكابتن أسامة حسني.